يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشا تيوب، ورجعت لكم يا حلوين بقصة جديدة، يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك. حابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي، وكمان أشكركم على حبكم لي وعلى كومنتاتكم اللطيفة. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. تقول صاحبة القصة: أنا سوسن من دولة عربية، تعرفت على شخص في الفيسبوك في مجموعة تهتم بقضايا الأساتذة والطلبة الجامعيين. عجبته آراء المحترمة، وأنا عجبتني آراء الرزينة واللي تدل على إنه إنسان محترم وخلوق. بدأ يراسلني على الخاص، كنت مرة حذرة، ولما تأكدت من حسن سلوكه وأدب كلامه أعطيته فرصة عشان يتعرف علي. وقتها كان حلمي إني ألتقي بشريك حياتي. أنا عمري 31 سنة، هالإنسان طلع أستاذ جامعي وعمره 30 سنة، يعني أصغر مني بسنة. عرض علي الزواج، فطرحت له مشكلة فارق العمر بيني وبينه. قال ما عنده مانع. بصراحة أنا كنت مترددة بهذا الخصوص، وهو حس بهذا الشي فقام سوى المستحيل عشان أقبل فيه. كنا نتراسل يوميا ونتبادل الآراء ونتكلم عن طموحاتنا والمشاريع المستقبلية. كنت له السند اللي يلجأ له للفضفضة. كم مرة ساندته وشجعته، وقفت معاه وساعدته، ضحكته وسليته. بعد سنتين من التوافق والانسجام في علاقة كلها احترام خالية من قلة الأدب وقلة الحياة، اتفقنا على موعد الخطبة. قال إنه كلم أمه عشان يجون في عطلة الربيع. أنا كلمت أهلي وبدأنا التحضيرات وجهزنا كل شيء. اشتريت له والأهله اللي جايين معاه هدايا تليق بمقامهم بمكانة ولدهم في قلبي. قبل يومين دخلت الفيسبوك لقيته متصل، كتبت له السلام عليكم. لقيته يكلمني بثقل ولا مبالاة. أصريت على إني أعرف إيش السبب. لقيته يقول لي إنه أمه غيرت رأيها وما تبغاني عروسة لولدها لأنها ما كانت تعرف عمري. تحطمت وبكيت وحطيت أهلي في موقف حرج. صاروا يشوفوني كذاب وأنا يشوفوني هبلة غبية رغم مستواي التعليمي وعمري الكبير. كيف أقول لهم وأقنعهم إنه أمه السبب؟ وعدني بأنه يحاول يقنع أمه وما راح يتخلى عني. صبرت عليه مدة سنة، وجاء وقت أنه يرجع يفتح الموضوع مع أهله ومع أمه بالذات. يقول لي أنه أمه ما زالت مصرة على الرفض، بس هو ما راح يتخلى عني. صبرت مرة ثانية ألين قبل رمضان، لكن موقف أمه ما زال هو هو. هنا قررت أني أقطع العلاقة معه. قاعد يتوسل ويترجاني عشان أنتظر لبعد رمضان، لأن أمه قربت توافق بس هي قاعدة تكابر مترددة وكلها مسألة وقت. صبرت مرة ثالثة لأني هبلة غبية. وفي ثالث أيام العيد صارحني إنه خلاص يبي ينهي علاقته فيني، لأنه ما يقدر يزعل أمه أكثر من كذا، لأنها صارت تخير بين رضاها وبين الزواج مني. خلاص انفصلنا. أنا انهرت، وبعد أيام رجعت له وترجيته إنه يحاول ذي المرة كمان. فكر وأعطاني وعد جديد بأنه رح يتزوجني مهما كانت الظروف، وأمه مصيرها رح تقبل. قال لي انتظري سنة كمان، والآن كملت السنة الثالثة معاه. بس ذا الأسبوع بالذات كنت مرة قلقانة بموضوع مستقبل علاقتنا، وهل يستمر بأنه يتمسك فيني ولا لا. فقام يكرر كلامه ووعده حرف حرف، وقاعد يحلف كثير برأس أهله وإنه ما رح يتخلى عني حتى لو بحد السيف. قبل أمس اتصل فيني في الصباح، قال لي أبي أطمن عليكي قبل ما أطلع رحلة مع أصحابي للصحراء. أبي أصفي فيها ذهني والشبكة هناك تكون معدومة عشان ما تقلقي علي. اطمنت باتصال، وعد يوم كامل بدون ما يكلمني بحكم المكان الموجود فيه ما في شبكة ولا نت. اليوم الثاني انتظرته يكلمني بس ما اتصل ولا أرسل شيء. دقيت عليه أنا حوالي الساعة 9:30 الصباح، كان الجوال يرن بس ما يرد علي. رجعت أحاول أتصل بعد صلاة الجمعة بس ما في رد، ألين هو اتصل فيني وقال أنا آسف ما رجعت بدري، ولما دخلت البيت حطيت الجوال في الشاحن ورحت أصلي الجمعة ودوبي رجعت. المهم كلمته واتطمنت عليه ووعدني برحلة مثل ذي الرحلة لما نتزوج. ما أدري ليش ما فرحت وكنت قلقانة مرة، لأني حسيت إنه غيابه مريب ما أدري ليش. قفلت الجوال وقعدت أفكر وأفكر، إلين جاتني فكرة في راسي إنه ذي اليومين ما كان في رحلة، أكيد كان زواجه حقيقي. ما كانت عندي أبدا إشارة لإنه قاعد يكذب علي ويخدعني، بس أنا حسيت بدا الشي وقلب المؤمن دليله. دخلت الفيسبوك وكنت متوترة جدا ومو فاهمة سبب توتري وليش جاتني فكرة إنه أتزوج، ما هي راضية تروح من بالي.
أرسلت له رسالة أسأله أنت تزوجت؟ الله يخليك لا تكون سويتها وتزوجت، أنا كنت طوال 3 سنوات وفية لك والوعد أنا وقاعد أنتظرك. جلست دقايق بعدها قلت لنفسي إيش ذا الغباء، ليش تزعجينه برسالة مثل ذي وتحسسينه إنك ما تثقين فيه، مع إنه كان طوال الوقت متمسك فيك بالرغم من إنك كل مرة تجي وتطلبي إنكم تنهوا العلاقة إلا إنه يصر على إنكم تكونوا البعض. بعدها فكرت إني أرسل له رسالة أصحح فيها موقفي، بس فضلت إني أتصل عليه وأكلمه أفضل. والصدمة لقيت جواله مقفل، وكان الكلام ذا بعد صلاة العشاء. فرجعت لي فكرة في راسي إنه أتزوج وقاعد يصرفني. أرسلت له رسالة ثانية، ليش جوالك مقفل؟ أنت معاها صح؟ والله ما أستاهل إنك تطعني وتغدر فيني بطعنة مثل ذي، وأنا اللي كنت وفية لك أكثر من أي شخص. وحبيت أتأكد من إنه شكوكي في محلها، فقمت وأرسلت رسالة لولد عمه وقلت له أنا قاعدة أحاول أتصل بالأستاذ بس جواله مقفل، وطلبت منه يقول له إنه يتواصل معايا ضروري لأنه في حاجة تخصني عنده أبغاها حاليا. طبعا أنا قلت كذا لأنه ولد عمه ما يعرف عن علاقتنا. المهم رد علي ولد عمه على طول وقال لي إنه الأستاذ أتزوج من يومين وهو عريس جديد. نزلت علي كلماته مثل الصاعقة على راسي، ما صدقت كلامه بالرغم من إنه ذي الفكرة جات لوحدها لراسي، بس لما سمعتها الآن من ولد عمه مو قادر أصدق. انصدمت صدمة عمري، حسيت إن قلبي قاعد يتقطع. دخلت على صفحة الأستاذ عشان أشوف منشوراته، لأنه لو الكلام صحيح أكيد يكون أحد كتب له تهنئة، وبالفعل لقيت صورة له وهو لابس بدلة العرسان والأساتذة قاعدين يهنئونه، والتعليقات كثيرة على المنشور وكاتبين مبروك أستاذنا تستاهل كل خير يا طيب يا خلوق وقدوتنا ومن هالكلام. انتظرت لين الصباح وحاولت أتصل عليه، في البداية جواله مقفل بس رجع فتحه طبعا بعد ما صحي من عسل وما رد علي. ولما حاولت أرجع أتصل عليه لقيت إنه قام وبلكني. أرسلت له رسالة وطلبت منه إنه يكلمني آخر مرة بحق العشرة اللي بيننا، فاتصل وصارحني إنه ما كان يحبني ولا عمره حبني في يوم، وإنه أهله ما يعرفوني أصلا وما أتكلم لهم عني ولا مرة. تأكدت من الكلام من خلال أخوه اللي ما كان يعرفني ولا سامع بقصتي. تخيلوا أتزوج الأستاذ بنت صغيرة عمرها 18 سنة لأنها الأنسب له، وهي محترمة وما تكلم رجال وذات أخلاق عالية وطيبة، وما أتعرف عليها إلا بعد رمضان عند أهلها، يعني زواج تقليدي. يعني في الأيام اللي قطع فيها علاقته معاي وطلبت منه أرجع له، وطول ذي المدة كان يسايرني. هذه حكايتي قلتها لكم عشان تأخذون العبرة، وأنصحكم إنكم تبعدون عن العلاقات الإلكترونية. أنا ارتكبت أكبر غلطة في حياتي لما قررت ارتبط بشخص عن طريق النت. أنا خدعت نفسي مرتين، المرة الأولى لما بدأت في علاقة مع شخص بالسر واستمرت العلاقة، والمرة الثانية لما ما أتحرك بولا خطوة فعلية عشان يتقدم لي رسمي بس أنا صبرت عليه. فوضت أمري لله وما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، ويا رب تكون عجبتكم. وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام، بحط لكم رابط الإنستجرام في صندوق الوصف.